السلام عليكم. اهلا السلام عليكم. كيف حالكم سيدنا؟ مرتاحين ان شاء الله. الحمد لله، نقبل اياديكم. لطفكم. الله يحفظكم. يبارك لكم. الله يسلمكم. تعالوا تفضلوا. سيدنا فت حديث صغير الى شهر رمضان اريد من عندكم. لماذا؟ اريد انزله بالانترنت. اكتبوا. لا انتوا تكلموا انا اسجله هنا. اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. شهركم مبارك وعملكم مشكور وصيامكم مقبول، ويجب علينا أن لا ننسى أن في هذا الشهر ننشر أحكام ثلاثة في القرآن وحكمان لرسول الله. لما تركها المسلمون أمور الخمسة ضيق عليهم، كما قال سبحانه: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. الآن معيشة المسلمين ضنك، حتى الأثرياء منهم كما تعلمون. أما الأمور الثلاثة التي وردت في القرآن الحكيم فهي الأمة الواحدة، أي لا حدود جغرافية بين المسلمين، والأخوة الإسلامية، وإنما المؤمنون إخوة. والرسول بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم رفع الحدود الجغرافية التي كانت في زمان الجاهليين بين عشيرة وعشيرة وبين مدينة ومدينة وما أشبه. الرسول صنع الأخوة بين المسلمين وبين المسلمات. مرة في مكة جعل كل مسلم أخا للمسلم الآخر في قصة مشهورة، مرة ثانية في المدينة المنورة، كما أن الرسول جعل بين النساء أخوة أيضا. المرأة أصبحت أخت المرأة. هذه الآية أيضا نسيت بيننا. الأخوة الآن تبدلت إلى عربي وعجمي وهندي وتركي وأندونيسي وما أشبه. هذه الآية يجب أن ترجع. الآية الثالثة هي قوله سبحانه في وصف النبي: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، حيث أن لا حرية إصر وأغلال، إصر من نفس الناس في مراسم الزواج، في مراسم الموت، في مراسم الولادة، والأغلال من الحكومات التي تجعل أغلالا بالقوانين الكابتة على الناس. هذه الآية الثلاثة نسيت والعياذ بالله عند المسلمين، ولهذا ضيقت عليهم. كما أنه حديثان عن رسول الله متفق عليهما. الحديث الأول أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض لله ولمن عمرها. فلم تكن الأرض لها قيمة، كما أن النار لا قيمة لها، كما أن ضوء الشمس لا قيمة له، كما أن الهواء لا قيمة له، كما أن الماء لا قيمة له. هذا بمعنى أنه كان مجانا، والأرض أيضا كانت مجانية، فكل من شاء أن يبني دارا أو دكانا أو بستانا أو غير ذلك كانت الأرض له. بينما الآن الأراضي صارت ملك لأصحاب السلاح والمال وما أشبه ذلك، ولهذا ضيقت على المسلمين بالنسبة إلى المساكن. الحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به،
يعني أنه كل شيء في الأرض أو في السماء أو في الماء فهو لكل من سبق، الحيتان، الغزلان، حيوانات الصحراء، الغابات، الأجمات، معادن الملح والنفط وغير ذلك من كل شيء خلقها الله، فهي لكل إنسان سبق إليه. هذا الحديث أيضا الآن مرفوع عندنا، يعني أنه طرحناه ورفعناه، ولذا ضيق على المسلمين. المهم أن الكل يتذكر في شهر رمضان هذه الأمور الخمسة الإسلامية حتى تطبق على المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى، فترجع إليهم عزتهم وسعادتهم وسيادتهم. ونسأل الله لكم كل خير وتوفيق وإقبال وقبول شهر رمضان عنكم وعنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.